السلام عليكم، تحياتي للجميع. رمضان كريم. معكم لالا بوتينه من قناه ديليز دو لالا بوتينه، شهيوات لالا بوتينه. ان شاء الله اليوم غادي نتقاسم معكم واحد السر من اسراري لنجاح الدغميره باش تكون عاقده وخاتره. بالنسبه مهما كان نوعيه الخضره اللي غادي نخضروا بها، كذلك مهما كان سواء اللحم او الدجاج، هذه الطريقه ناجحه في كلتا الحالتين. غادي نحتاجوا بصله، الكميه تتوقع على حسب عدد الافراد وكميه اللحم او الدجاج اللي عندنا. من الاحسن تكون بصله نحاسيه، لان البيضه كيف ما تنعرفوا تنخليوها للشوربات، والحمراء تتكون للسلطات. غادي نحتاجوا كسكسيه، من احسن نعملو في البريمه التحتانيه، نعملو شي طريف ديال الحامض او ديال الطماطم باش ما تزرقلناش. وبصل نكونو مقطعينها مربعات، غادي نعملوها هكا في الكسكسيه وغادي نغطيو عليها ونعملوها تفور. من بعد ما تتفور لينا البصله تنطحنوها في هاد الطحانه ديال المطيشه الزمنيه، ما تنعملوش بلاندور او المولينكس او الخلاط الكهربائي، نو تنعملو هاد الاله، لان هي اللي غتخرج لينا لا بيوري ديال البصله او البيلب. غادي نطحنو بهاد الطريقه كيما تشوفوا معايا، طريقه جد سهله ونتيجتها جد مرضيه. غادي نطحنوا البصل وهذيك الخلاصه هي اللي غادي نحصلوا عليها، هي ديال الدغميره. هذيك الخلاصه اللي حصلنا عليها هي الدغميره. تنطيبوها بالطريقه المعتاده اللي معتاده بها السيده كطيب الطبق ديالها، يمكن تضيفها كيف ما قلت لكم للدجاج او طبق اللحم. مرحبا باسئلتكم، مرحبا باستفساراتكم وبطلباتكم. كذلك اللي عندها اي سؤال او استفسار توضعوا لي اسفل الفيديو وانا ان شاء الله نجاوبها. كذلك مرحبا بطلباتكم اللي عندها شي طلب وبغات شي شهيوه اني نزلها لها على القناه على الراس والعين، تخلي لي غير الطلب ديالها وان شاء الله نطبقوا. ما تنساوش تعملوا لايك لا فيديو، كذلك اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك باش توصلوا ديما بالجديد ديالي. شكرا للمتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب شيوه جديده من شيوه لالا بوتينه.